من حقكم تحتفلون، ومن حقكم احنا نسعد لما نشوفكم فرحانين. انتوا هديتونا الحياة. البارحة من شفت باللعبة، نشاهد اللعبة، الشعب التحرير متروسة ناس، والله العظيم على المنصة نبكي على الفرحة، نتباوع الشعب شلون فرحان ويهوس ويصفر. فعندي رسالة اوصلها للدولة. انا طالب الدولة يعني واناشدها، احنا كشباب عراقيين ناشطين، لا يركضون ببرامج، والله ما عندنا شيء، لا عندنا دعوة، لا قاتليننا واحد، لا بايقين واحد، والله نظيفين. خلي لا يركضون ببرامج، لا يعتقلوننا، جاي نشتغل حب العراق. زين انت رئيس وزراء، رئيس برلمان، من جد حبك للعراق احنا حبنا للعراق، لا يركضون ببرامج، لا يدزوننا عالم استخبارات، لا يدزوننا، دزيتوهم اعرفهم واحد واحد، والله المندسين كلهم عدي والصور عدي ونضحك عليهم احنا جاي. زين يعني يجون وياكم يقعدون يشربون وياكلون وياكلون وتدرون بيهم وادري بيهم والله وتوكلوهم ووكلهم. وش عباله هو هسه عباله عود غشيم اني فقير ما ادري اطيع على مي اخير شيء لحد يجي احنا معازيب العراقيين صاحبين غيره فوق هاي كله نعذب له ونوكله ونشربه ويلا في مال الله وتدرون بيه وندري بيه. بعدين صارحتوهم بالحقيقه الاكل مال المصرف مال احنا لا شغل لا عمل من يوم 25 اكتوبر بالجمع احنا كشباب بيناتنا واحد يساعد الثاني اللي ما عنده كروه من محافظات نعطيه كروه اللي ما عنده رصيد للمباك جهازه تليفون نقال اللمله الاكل بيناتنا عندنا مطعم خاص بالجمع طبخ ريوق غدا عشاء بيناتنا جايين نسويه ونعمه من الله. فانت ليش جاي تخرب؟ ليش ما تريدنا؟ يعني تريد نصفق؟ ما نصحتوهم يعني ماكو نصحناهم قلنا لك قلت لهم يا بتا راح ندري بيكم واحنا هم اخوتكم واحنا شركاء بالوطن والحكام يرحون بس احنا ضالين. نصحناهم ودزينا لهم رساله قضينا شخص من حزب فلان ودازينا متقصر قضيناه وسولفنا وياه وحققنا وياه من حزب فلان. ظلينا نضحك غسلنا له انا بنفسي لبسته غسلتوا له؟ غسلته ووكلته ولبسته ملابس غيرنا له الملابس وعطيته اكل ووجبه عشاء وكمل ودزيناه معزز مكرم. هاي الرساله ايش قال لكم بالله؟ هاي الرساله ظل يبكي انا متقدم انا من فلان جهه انا للدوله يعني ايش تحكي وياه؟ هو عراقي انت قلت لك عراقي يعني مو من غير دوله يطلع ضيم الشهداء بيه يعني منك وبيك من فلان عشيرة من فلان منطقة من فلان محافظة.